يقولون كان اذا قام الى الصلاه سيدنا علي النهارده يا جماعه بيخلق علينا عباده غالب على حياته النسك. لكن لازم اي واحد النسك يعني الصلاه مثلا او العبادات اللي بينا وبين ربنا النازك لو بتاثر فيك لا يمكن ما يكونش عندك حاجه بارزه في نفع الناس. يقولون كان اذا قام الى الصلاه اخذته رعده يعني يترعش هو قايم الصلاه. فقيل له بيحصل كده؟ يقول اتدرون بين يدي من ساقوم ومن ساناجي؟ تعال انا عارف ان انت يمكن سمعتوا القول ده على اكثر من حد من الصالحين زمان، انه يجي يتوضا يترعش وهو واقف في الصلاه تلاقيه مخطوف شويه كده، يقول انت مالك عامل كده ليه؟ يقول انتوا مش عارفين انا هكلم مين دلوقتي واقف بين ايدين مين؟ الحاله دي يا جماعه اسمها حاله الحضور مع الله عز وجل. اللي بيسميها الشيخ حسين تيمية الحضره. انك تقف في حضره الله، انك تبقى مستحضر اكنك امام رب العالمين، بس بجد يا جماعه، انت عارف لما تكون في انسان بتحبه قوي والانسان اللي بتحبه ده انت بتعظمه، تكون مديرك في الشغل، ممكن يكون شيخ او عالم من العلماء، ممكن يكون ابوك غالي عليك قوي فانت بتحبه وبتعظمه، فلما تيجي تقف تتكلم عليه تلاقي نفسك مرتاح شويه. تلاقي نفسك بتتهدي شويه. كان نفسك عينك لو جت في عينيه مش عارف تركز. الصحابه كان حالهم كده مع النبي صلى الله عليه وسلم، حتى ان سيدنا عمرو بن العاص كان يقول اذا قلت لي صف للنبي اوصف لي سيدنا محمد ما استطيع، لاننا كنا لا نحد النظر في عينيه، ما اعرفش يبصروا في عينيه كده، من هيبه النبي صلى الله عليه وسلم ومن عظمه جلال وجه النبي، ما كانش حد يعرف يبصروا في عينيه كده بعين كده ويستمر في النظر في عين سيدنا محمد اجلالا للنبي صلى الله عليه واله وسلم. فاللي بيقرأ عن ربنا كتير يا جماعة فيبدأ يعرف ربنا شوية، واللي حاسس وشايف نعم ربنا اللي عليه اللي ما تتعدش، فحب ربنا بسبب المعروف اللي ما يتوصفش اللي ربنا مغرقنا فيه مالك قلبه، لما يجي يقف في الصلاة بتاخده الخطفة دي، خطفة الإجلال لله عز وجل. ممكن كتير مننا ممكن يكون ما وصلش للمرحلة دي، ممكن تكون بتاخده تمهيدا، تلهيدة الاشتياق كده، عارف بتجي لك التلهيدة دي امتى؟ مع أول قراءة الفاتحة في رمضان، عارف لما نبدأ ألف لام ميم في البقرة في رمضان، وحشنا التراويح قوي، وحشنا الصلاة على الشيخ اللي بنحبه يبدأ، وبتاخدك التلهيدة دي والشيخ بيختم خالص التراويح، لو ربنا وفقك بالصلاة التراويح كلها في رمضان، بيجي لك نوع من الحزن إن إحنا أكننا كده بعد ما نسيب التراويح نبعد عن ربنا، حاسين بالقرب منه قوي في الصلاة. علشان كده يا جماعه عشان توصل للدرجه دي محدش يقول صعب نوصل. اوعى حد يقول القصص دي ما تنفعش يا جماعه. اللي فتح عليك يفتح عليك واللي قربهم يقربك، ولكن هما كان في حاجه في بالهم دايما مش ناسينها، ان خشوع الصلاه جاي من توقيت ربنا بره الصلاه. الصلاه جزء من حياتنا يا جماعه. الصلاه مش عباده وبره الصلاه دي حاجه ثانيه، الصلاه دي عباده وبره الصلاه عباده. اللي بيوقع ربنا بره الصلاه ربنا بيكافئه بالقرب جوه الصلاه. واللي ما بيوقرش ربنا بره الصلاه عارف هو مش اللي هو بوشين، ربنا ما بيحبش كده. ربنا بيحب الواحد يوقره ويعظمه بغض النظر هو جوه عباده اسمها الصلاه او جوه عباده اسمها انه عايش. طول ما انت عايش اسمك عبد، والعبد ده في عباده 24 ساعه، وانت بتلعب انت في عباده، فما تشتمش، فما تاخرش صلاتك وانت بتلعب، فما تكذيش وانت بتلعب، تبقى لعبه ده انت عباده اللعب. وده كلام يا جماعه العلماء، انت في عباده. والا ما كانش النبي صلى الله عليه وسلم جري مع السيده عائشه، والا ما كانش النبي وقف واخذ بالسهم وبدا يرمي في مسابقه مع بين بني بكر وقبيله ثانيه ويقول ارموا بني بكر وانا معكم، لانه دي في عباده. بس العباده دي هتطلعني بره القرب من ربنا، فلما اخش الصلاه ابقى عندي ملل وزهقان، لان انا كنت بره الصلاه مش عبد، كنت بعمل حاجه ثانيه، حاجه ما ترضيش ربنا عز وجل سواء في اشغالي او معاملاتي. عشان كده الانفصام في الشخصيه اللي هو بره الصلاه العقرب المؤذي لا يمكن يبقى خاشع في الصلاه، بص لا يمكن. انسى ان واحد يكون مؤذي وربنا يكون بيكافئه بالخشوع. لا يمكن. لان دي يا جماعه عباره عن تكامل كده، وربنا اللي وصلنا بالتكامل ده، فمش ممكن ربنا يوفق واحد ويكون قمة في الخشوع والبكاء ويبقى قريب من ربنا هو مؤذي ورقبته مليانة حقوق العباد.